غزولة. ماشي. صباح الخير يا غزولة، وريني القمر ده، ما تطلعي قدامي شويه شوفي الحلاوه دي. عارفين يا جماعه الفستان ده جايباه من امتى؟ لما كنا في شرم الشيخ. ما كنا في شرم الشيخ. لا هي خست غزل. اه لما ضايق عليها خالص. لما كنا في شرم الشيخ والله. صباح الخير يا الزونه، انت كنت كلبوني. عامل ايه؟ الحمد لله. زوزو الحلاوه دي يا ناس. بصوا بقى بتعمل ايه. ايه كنت عايزه اعمل فيك مقلب. ايه ماما انت مصورين انا ماشيه؟ اه ده المقلب؟ لا كنت عايزه اعمل مقلب. الصراحه في حد يعني بياخد شنطتك. دلوقتي نمبر 2 يلا. لا حد صورتنا بقى. حسن في مامي مقلب. ها مستر احمد صباح الخير. صباح الخير. عامل ايه؟ نزلت تفطر مستر احمد؟ ايه الكسل ده؟ وحشتونا قوي. وانت وحشتني يا مستر احمد والله. قول قول بيض فلافل وبيض وجزر وخيار. بصي فطار متواضع. فطار ايه؟ فطار متواضع. لا فطار صحي بسيط. ده صحي ده؟ ايوه بس شيل الفلافل منه يبقى فطار صحي. والبيض والبيض حلو. لا والزيت الفول حلو برده. ايه المشكله؟ ايوه يا احمد الفطار الفول حلو صحي والله جدا كمان. يلا يا زوزو تعالى هنشوف هنفطر ايه. ايه كويس. ايه الحمد لله الحمد لله. خليك رياضي بقى يلا. واورنج جوس كمان. لا 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 مستر احمد اتغير. مستر احمد اتغير. لا 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 مفيش. يلا قلبي تعالى. هتفطري ايه لولو؟ لولو هتفطري ايه بابا؟ هاتي بس الطبق الاول كده اهو. احتمال ما تاكليش؟ اه تتهزري صح؟ تعالي اهو طبق اهو اهو. اجيب لك كريب؟ في كريب نوتيلا اجيب لك؟ اجيب لك؟ عايزه واحد كريب. عايز كريب؟ معلش زود النوتيلا. عايز ايه هو الكورن فليكس؟ طب يلا روح. مش ده بتاع الكورن فليكس يا غزل. الكورن فليكس كبير شويه. ده فطار غزولة. تعالى بقى نروح نشوف ترابيزة خد نقعد عليها. نقعد هنا. تمام تعالى نشوف ترابيزة نظيفة. طيب تعالى نشوف ترابيزة نظيفة. كل محل ترابيزة لقاها لها خد. ده كده فطار غزولة. زوزو سيلو ملك يلا. اه بالراحه بس عشان ما يتكبش منك. حطيت له بالشوكولاته دي. ده لا ده كتير قوي كده يا ماما. ده كتير كده هيكب اللبن. طب استني استني بالراحه يا استوب استوب خلاص يلا خلاص يلا بينا. من ايه اتعورت امبارح؟ يلا بينا كده يزن تعالى. يزن يلا اقعد. خدي حتى مع بص انا اروح اجهز فطاري. معرفش هما بيعملوه كده هنا. يلا يا يزن فين معلقتك؟ خد معلقتك يلا وكل. يلا حد محضر فطار لنفسي. يا غزة زوزو كلي بالشوكو احسن. ولا انت عايز تاكلي زي كانه ساندوتش؟ يلا طيب
بصوا يا جماعة هنودة، بصوا الحلاوة جدو هنودة. دودو يا هندا، هندا ايه روحي ايه قلبي يا دودو، دودو مش معانا لسه. صباح الخير يا ماما. تفطري؟ باين باين باين. اه ده ايه ده بقى؟ هتحولي يعني هتظبطي اللي انت يعني دلوقتي انت اكلتي مثلا اكله مش صحه، هتظبطي تاكلي اكل صحي؟ ها انت بيبقى بقى الفان مش مامي مامي صورينا باكل كده. ها؟ ينفع تصورينا باكل؟ اه طب انت مقربة اه لا يا كوفي الألمين بابا عامل ايه يا ابو النحل؟ جابيه قدامي كوباية؟ عادي عادي تلبسيني كوباية قلبية لو بابا قلبية جلجل مية جلجل بحفل جلجل مية جلجل في الألعاب جول 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 جول. صباح الخير يا جول، صباح الخير يا روز، روز روز حياه حياه. صباح الخير يا قلبو. ايما متاخر ليه النهارده يا هاني؟ منايمه متاخر ولا ايه؟ حرام يا مامي. اي عشان السرير غريب عليك. مامي ها هي خذت كل شويه تصوريني في ايه؟ انت طيب انت عامله زوم زي احمد صح؟ لا ما تعملي ايه؟ بقى بعنوش الكسران انتي بتاكلي. سيبيني بقى افطر بقى والله العظيم يا رب. يا بنت سيبيني افطر يعني. يا بنت سيبيني افطر. لا والله ما هسيبك واعمل فيكي مقلب. ايه هو بقى المقلب؟ لا طبعا هارح الفيديو. هتحرقيه؟ اه لا قولي عيني مقلب يا حبيبي. لا 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 كل ما سافرت. ما انا همنتج يا عبيطه، انا عبيطه هسمعك. لا ما انا هعمل مقلب دلوقتي مش هتمنتج الفيديو. المقلب يا صحنا. لا المقلب يا صحنا اللي انا هعمله كان في حاجه وقت في الصوت. لا مش عايزه الطبق طلع يجري في الارض والله. طب مامي هقفل الفيديو. لا لا صورتي كملي لحد ما اقول لك. لا انا هقف خلاص واقف معايا. ماما عايز اقول لك على حاجه. عايز اقول لك على حاجه. قولي غلط انت يا ماما. انت كل شيء صوريني كل شيء صوريني. طب عايز اسالك سؤال. انت يا ماما النهارده اكلتي يعني فطرتي 3 مرات ودلوقتي الرابع. ايه يا ماما في ايه؟ هو مجرد سؤال بس حضرتك يعني انا انت بس بص يا اصحابنا اقعدي بس ثواني. اقعدي يا اصحابنا. طب اقعدي بس اقعدي بس انا عايز اسالك ثواني اذن بس عشان في حوار دلوقتي. بس صراحه ما طيب وجميل. من مي؟ لا انا قلت قدام انا اقرب دكان كده تسمع. كملي بعدين. هو دلوقتي انا عايزه اقول حاجه. ايه انت بتقولي فطرت 3 مرات؟ اه انا بترجع عليا اكل. اه طبعا. في ايه؟ في ايه يا ماما؟ مصر الام مش عايزه تنزل وقف الفضول. ماشي يا ستي تقف. انا عايزه ادعي فاهمه بتخلي اكل هتدخلي. انا عايزه اكل تدخلي احيا ماما. ماما انت هتبقي كلبوزه قوي يا ستي. ماشي برضو زوم عم الزوم فش زوم ماما تاكلي معايا؟ لا مامي هدخل ليه؟ ادخل ليه؟ لسه عامله الهيلثي فود مش هجيب تاني. انا اكل هيلثي فود؟ اه كريب الشوكولاته بالنوتيلا ده هيلثي فود؟ لا بعدين بقى اكلت فود. سؤال بس عايزه اسالك. في مامي انت فطرتي الصبح كريب بالشوكولاته بالنوتيلا هو ده هيلثي فود؟ اه طبعا. لا والله اه والله حاجه بقى. ايه
طب ما انت فطرتي مرتين. لا يا حبيبي فطرت مرتين بس انت اللي اكتر. شو يا غزل؟ ما انت اللي اكتر يا امي. شو يا غزل؟ بتحكي علي اكل يا غزل؟ ايوه يا ستي. ودي الرابعه بقى ودي الخمسه هتاكل فيها ايه؟ سديتي نفسك يا ستي. سيبني يا ازم بتعد على الاكل يا ستي. فيها ايه؟ سيبني يا ازم. ما كل الناس بتعد على الناس. سيبيني بقى خلاص بقى سيبيني يا ستي خلاص. في ايه؟ هصورك اعمل لك زوم. سيبيني بقى يا ستي. اسكتي خلاص سيبيني بقى. افتري بقى خلاص. لازم تقولي كل الناس يعني. بصي يا اصحابنا انا بكره اربع مرات والخمسه كمان. والشاي بقى يا اصحاب ده كوبايه قد الكبيره قوي يعني كبيره قوي قوي قوي. كمان تشربها اربع في اليوم. في اليوم يعني بتشربه 1000 مره. يا بيه عايز اكل براحتي يا ستي. في ايه؟ اعملي كده عايز اكل براحتي. لا لا يلا يا غزل بسم الله الرحمن الرحيم. يلا هتوقع الطبق كله يا بنتي. طب انا مالي يا بنتي؟ كلها بايدك يا غزل. يا محمد يا عايزه ايه ده؟ طبقك ايه؟ طبقك. ايوه انا شايفاك وانت بتجيبه اصلا. بطل الزر بقى يا غزل. انا شايفاه هما بيجيبوا يا غزل. ما تبقيش كده. في ايه؟ مامي بابي بابي ايديا بس بيعمل رياضة الدراع. رياضة الدراع. رياضة الدراع. برنس مصر انا عايز اسأل سؤال بس. شكلك مسترخي كده. انت بتعمل ايه بالظبط؟ مش مطمنالك والله. مش مطمنالك بجد. بتتكلم بجد برنس؟ برنس بس المايه سخنت يا امي. يا نهار ابيض يا نهار ابيض. ليه اللي غيرها؟ المايه سخنت مش عارفه من ايه. ابني بيعمل بيبي. يزن ليه كده؟ يزن يزن كده القرف ده. بيقول عليك انت مش على يزن. يزن عارف انه بيطلع يعمل بيبي في التويليت. لا انا بعمل في التويليت. عمر ما عمل هنا طبعا. بتعمل فين يا محمد؟ هبقى ده مكروه. انت بتعمل فين؟ الحمام. لا انت قلت التويليت ازاي؟ قول تويليت. تويليت دبليو سي يا برنس. اصل انت كنت قاعد مسترخاء كده يعني بعمل. ماما المايه سخنت من ابنك يا حبيبتي. انا اقول ايه السخونيه اللي جت فجاه هنا؟ كانت المايه سخنه. لا مش انا. لو انا هقول يا برنس تعالى. انت كنت بتقول ايه؟ خلصت ايه؟ خلصت ايه؟ خلصت الحمد لله ورحت عامل حركه جدا. كليه. طيب تمام تمام. انت عارف انا خلصت كليه بقالي قد ايه؟ قد ايه؟ بقالي 16 بقالي 6 سنين. والله انا يعني دلوقتي عندي 42 سنه. اضمك دلوقتي. 42 سنه انت؟ قابلنا واحدة سلمى. قابلنا واحدة امبارح بتقول لنا ايه؟ بصي هي بتقول حودة عنده 38 سنة. احمد 31. انا 28. ما قالتش عليك. ما قالتش عليك. انا 60 سنة. ما قالتش عليك. راحت ماما قالت ماما 60 سنة. قلت لها على كده. ماما 60. قلت لها استنى. قلت لها بقى على كده بابا عنده كام سنه؟ 75 سنه. ايه؟ لا وبعدين طلعتني. طلعتني انا اصغر من احمد. انت فاهمه ازاي؟ قال لي شوفك يقول عندك 23 سنه 24 بجد؟ برنس مصر ضد الكسر. الكسر برنس قلب. ادي له قلب. ادي له قلب. ادي له قلب. ادي له قلب الاول بس. ثلاثه ما بيكبروش. ايه هم؟ محمد. هما معروف ان في مصر في ايه بتقول؟ بصي عمرو دياب مش بيكبر. وشيرين رضا؟ لا ومحمد هنيدي مش بيكبر برضه. ايوه. ها وبرنس مصر برضه مش بيكبر. لا بص انا ما هو انا اللي اعرفه ان شيرين رضا ما بتكبرش. لا و... والناس بيقولوا انا شبه شيرين رضا. مين دي؟ انا. والله ايه شبه شيرين. انا. مين ايه؟ انا. يا جماعه اكتبوا لي في الكومنتات انا شبه شيرين رضا ولا لا؟ انا قلت تشبه مين؟ بلاش.
عاملين ايه؟ غزل زهقتني النهارده. اطلع بقى هتخنقيني هتخنق والله بتقرصني والله العظيم تحت الميه عشان تقرصني. غزل استني دلوقتي عشان اقول لك انت بتعملي ايه من شويه في الميه؟ ايه هو ده؟ قول لهم كده غزه خدشتني يا جماعه. بصوا طبعا من الميه راحت عامل توترها كده في وشي وشي كله اتخرب. قولي بس دلوقتي قول لهم انت كنت بتعملي ايه من شويه في الميه؟ طفيت. لا غير التف ما اقولش طب تقولي ما اقولش معلش يا جماعه مش هقدر. تعالي تعالي بقى انا وانت هي الميه علي ايه؟ الميه لا الناس كترت في الميه فتلاقي الميه في النشا شويه وبتطلع بقى. يلا يلا بصوا بقى يا جماعه استنى استنى بصوا بقى على غطه دي طبعا 1 2 3 ايه ها ليه في المي ها اول ما تتحرك اطلعها على نص على طول والله طلع بتفهم نفس مبسوطة قد ايه بقى مبسوطة ليه مبسوطة ليه اي والله بحسب انت حبيبتي والله يا عبد والله يا غزة انت حبيبتي بحسبها تقول عشان تلبسي لقيت عشان انت محبوبة البنت دي تستاهل يلا هنودة سلمى سلمى ايوه كده الاول اهو يا زن ما حبيش تاخد شاور لا ايه لازم ناخد شاور يلا بينا ما انا الصبح عملت كده لصالح يلا بينا ماما انا غسلته هسلمكم ما انت كنت الصبح اسم هال صح لا ما انا بمسح له بوايبس وبعدين بغسله الاول بمنال هرسمه تاني اما يمسح هرسمه تاني